جولة خامسة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لإسرائيل ورابعة للشرق الأوسط منذ بدء الحرب على إخواتنا في غزة. الحقيقة الأجواء في توتر مستمر ومتصاعد، استمرار الحرب ما بين إسرائيل، حرب إسرائيل على الفصائل الفلسطينية في غزة، وتصاعد للتهديدات بالحرب على جهات عدة، واتساع رقعة الصراع زي ما شفنا الأيام اللي فاتت اللي حصل في لبنان وفي إيران والعراق، وتهديدات في مدخل البحر الأحمر، جمود في الوساطة المصرية القطرية للتهدئة في غزة بعد اغتيال صالح العروري في بيروت. فالحقيقة يعني ماذا يحمل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في هذه الجولة للشرق الأوسط؟ نعرف من المتخصصين. معانا على التليفون دكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، وماذا يحمل أنتوني بلينكن في هذه الجولة للشرق الأوسط من رسائل؟ مساء الخير يا فندم. الحقيقة بيحمل أجندة كبيرة بتتضمن العديد من البنود، منها يعني ضمان عدم اتساع النطاق الجغرافي للحرب، منها أيضا السعي لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، منها زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، صفقة الإفراج عن الرهائن، خفض التطورات في الضفة الغربية، قضايا أمن البحر الأحمر، بالإضافة للخطط المتعلقة بإدارة قطاع غزة بعد توقف الحرب. وماذا يطرح في مسألة رؤية الإسرائيليين لإدارة القطاع؟ وإذا كنا إلى الآن لا نتحدث عن وقف لإطلاق النار. بالتأكيد إسرائيل وخاصة وزير الدفاع الإسرائيلي طرح رؤية لإدارة قطاع غزة بعد توقف إطلاق النار في المستقبل، بتعطي هيمنة لإسرائيل على الأمور الأمنية، على أن يتم إدارة القطاع بواسطة يعني ما يسمى بقيادات محلية أو زعماء المجتمع المحلي بغزة. هي الكلام ده مرفوض يعني مصريا وعربيا وحتى أمريكيا. وجهة نظر الولايات المتحدة أن السلطة الفلسطينية يجب أن يكون لها دور أساسي في إدارة قطاع غزة. لكن كلام الحاج بتقوليه مهم جدا، من الصعب الحديث عن إدارة قطاع غزة والمعركة مستمرة. لذا فأحد أهداف الزيارة أيضا هو يعني بحث الآفاق المتعلقة بالتوصل لهدنة إنسانية جديدة، صفقة جديدة للإفراج عن الرهائن، وربما بعد ذلك اتفاق لوقف إطلاق النار. حالة الجمود للوساطة المصرية القطرية، أعتقد أنه ده يمكن من الملفات على طاولة المفاوضات، لأنه هذه هي الجهة المنوطة بإحداث الهدنة واللي عملت بالفعل هدن سابقة في هذه الحرب. لا بالتأكيد مصر لها دور أساسي، وأعتقد يعني أثناء زيارة بلينكن للقاهرة هيتم مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ليس فقط مسألة الرهائن والهدنة الإنسانية، ولكن أيضا سيكون هناك تأكيد مصري على أهمية زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، وأن مصر مستعدة للتعامل مع ذلك عبر معبر رفح. هيكون تأكيد مصري أيضا على رفض التهجير وإعادة التوطين خارج غزة. الرفض المصري يا دكتور محمد لهذه الأفكار الغريبة الغامضة اللي ربما بتطرح دائما من الجانب الإسرائيلي عبر الإعلام عبر القنوات، ويعني الطرح المصري لإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار، وده اللي دائما ما يتحدث عنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع تعدد زيارات أنتوني بلينكن ولا يحرك من الأمر ساكنا، بالعكس بعد يعني كل زيارة وتزامنا مع كل زيارة بتكون الأحداث في تصاعد مستمر. هو للأسف في عناد كبير جدا من حكومة رئيس الوزراء نتنياهو، والحكومة الإسرائيلية الآن يعني أهدافها
من الحرب هي أهداف سياسية وليس أهداف عسكرية. هدف نتنياهو هو البقاء في الحكم لأطول فترة ممكنة، الحفاظ على الائتلاف اليميني المتطرف، والاعتقاد أنه كلما طال أمد الحرب تأخرت ساعة المساءلة عما حدث في يوم 7 أكتوبر. وبالتالي العناد هو بالأساس من الحكومة الإسرائيلية، والإدارة الأمريكية يبدو كأنها يعني عاجزة عن أن تضغط على إسرائيل لقبول وقف إطلاق النار، وبالتالي فهي تسعى الآن في مساحة هدنة إنسانية جديدة وتبادل للأسرى وطرح مجموعة من الأفكار التي تتعلق بإدارة قطاع غزة بعد توقف الحكام. وهذه الإدارة الأمريكية لا تبحث عن مكاسب سياسية تستخدمها في معركة الانتخابات الأمريكية الآن، يعني زي احتجاز الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين أو غير ذلك من يعني الأفكار المعلنة عن تنفيذها من بداية هذه الحرب؟ لا ده وارد، لكن الحقيقة الخطر الأكبر هو أنه جانب كبير من القاعدة الشعبية للرئيس بايدن في الحزب الديمقراطي غير راضية عن موقف الإدارة الأمريكية، وإذا استمر موقف الإدارة الأمريكية كما هو فإن ذلك سوف ينتقص من حجم هذه القاعدة الشعبية وسيؤثر على فرص الرئيس بايدن لإعادة انتخابه، ومن ثم هناك فعلا يعني حوافز داخلية في الولايات المتحدة تدفع الولايات المتحدة وبلينكين للمجيء إلى المنطقة ومحاولة التوصل إلى أي نوع من أنواع الاتفاق. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.